الشناوي يغيب رسميا عن القمة وردود الأفعال تجتاح السوشيال ميديا. مليون دولار مقابل انضمام لاعب الأهلي للدوري التركي، والزمالك يرحب بانتقال زيزو للأهلي والتشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك. هذه عناوين لقاء اليوم من أخبار النادي الأهلي. اتحاد الكرة يعلن رسميا حكام مباراة القمة. أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة القمة 121 بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري. وجاء حكام مباراة القمة على النحو التالي: محمود البنا حكم ساحة، محمود أبو الرجال حكم مساعد، أحمد توفيق طلب حكم مساعد، محمد معروف حكم رابع، محمد عادل حكم فيديو، ومحمود عاشور حكم مساعد للفيديو. موقف الشناوي من مباراة القمة. كشف مصدر بالنادي الأهلي بأن الأشعة والتحاليل التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الأهلي أكدت أن الحارس ما زال يعاني من أثر الإصابة بفيروس كورونا، مما يؤكد غيابه واستبعاده عن لقاء القمة بشكل رسمي، ليقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بتسومو سيماني الاعتماد على علي لطفي لحراسة عرين النادي الأهلي في لقاء القمة. وما أن أعلن غياب الشناوي عن القمة حتى اجتاحت ردود الأفعال السوشيال ميديا، فهذا مشجع يدعى محمد سعودي كتب في تغريدة على تويتر: ناس كتير قلقانة إن علي لطفي حيلعب المباراة لأن مستواه مش زي الشناوي، مع إنه ما بيلعبش إلا نادرا، وأي هدف يدخل مرماه بيكون سوء تمركز للمدافعين، وخير دليل هدف فريق النصر، والزمالك عنده 3 حراس جاهزين للمباراة والثلاثة أسوأ من بعضه بالأرقام. مشجع آخر يدعى محمد الصديق كتب على تويتر: إن شاء الله يوم 6 رمضان حنفوز عليكم ونخلي رقم 6 يضايقكم أكتر، علي لطفي حارسنا واثقين فيه جدا، وهو لا يقل شيء عن الشناوي، إن شاء الله بكرة تشوفوا حارس عملاق. أما المشجع خالد بدوي فكتب: ليه الأهلي يضغط على الطاقم الطبي ويضغط على صاحب شأنه وباباه اتحاد الكورة لجل يستثني محمد الشناوي ويعمل قرابة 7 مسحات كورونا. أما المشجع محمد فريد فكتب: كارثة في الأهلي غياب نجم الفريق الأول اللي كل ماتش يصنع الفارق. مشجع أهلاوي اسمه نيمار كتب على تويتر: إيجابية مسحة حارسنا الكبير محمد الشناوي، سلامات يا غالي، شفاك الله وعفاك، إن شاء الله حترجع أقوى، مليون سلامة، سلامتك أهم من أي ماتش، واثقين في الحارس البديل والكبير علي لطفي كل الدعم. ماذا قال الزمالك عن انتقال أحمد سيد زيزو للأهلي؟ قال نائب رئيس نادي الزمالك: لا نشغل بالنا بالصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نحن في عمل مؤسسي وهناك أسس للتعامل مع اللاعبين، ولكن في حال وصول عرض رسمي من النادي الأهلي للتعاقد مع زيزو ليس لدينا ما يمنع مناقشة أي عرض، ونرحب بانتقال اللاعب لأي نادي حتى لو النادي الأهلي، ولكن بشرط وصول عرض بصفة رسمية وفقا لقواعد العمل المؤسسي الذي ندير به نادي الزمالك. لاعب الأهلي وعرض المليون دولار. مصادر خاصة كشفت تفاصيل رغبة نادي جلطة سراي التركي في التعاقد مع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، حيث قالت المصادر بأن هناك اهتمام بالفعل من قبل نادي جلطة سراي التركي للتعاقد مع أفشة في نهاية الموسم الحالي. أضافت المصادر بأن عرض جلطة سراي المبدئي عبارة عن إعارة محمد مجدي أفشة لصفوف النادي التركي لمدة موسم مقابل مليون أو مليون ونصف المليون دولار. هذا العرض هو الذي تجهزه إدارة نادي جلطة سراي للتعاقد مع اللاعب في نهاية الموسم وتقديم العرض للنادي الأهلي. يأتي ذلك في نفس الوقت والذي دخل فيه المالي اليوديانج دائرة اهتمام أحد الأندية الإماراتية في الفترة الحالية، حيث تلقى اللاعب عرض من أحد الأندية الإماراتية مقابل 6 مليون يورو، ولكن رفض النادي الأهلي مناقشة العروض التي يتلقاها اللاعب في الفترة الحالية لحين انتهاء الموسم. وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن اللاعب يمتلك عرض آخر من أحد أندية الوسط في فرنسا، واللاعب يرغب في الرحيل إليه في حال موافقة الأهلي. ما هو التشكيل المتوقع للأهلي في القمة 121؟ تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة القمة التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك في القمة 121، والتي تقام مساء الأحد في مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري. تزع المباراة عبر قناتي أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2، ويعلق على المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 المعلق المخضرم مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، ويتواجد معه على القناة الصوتية الثانية المعلق أيمن الكاشف، بينما يعلق على أون سبورت 2 المعلق حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى، ويتواجد معه المعلق مؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية. ومن المتوقع أن يخوض النادي الأهلي هذه المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد رمضان بكهام ورامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف في خط الدفاع،
عمرو السولية وأليو ديانجو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات في خط الوسط ومحمد شريف مهاجم صريح. دي كانت كل أخبارنا مشاهدينا اليوم وخلصت معكم حلقتنا. أتمنى تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل رمز الجرس. شكرا لكم، دمتم في أمان الله.